كفى أسئلة إلى الأم ماريا بيها. أنا أقدر حماسكن، ولكن أريدكن أن تفهمن أنها مسألة خطيرة تتطلب التزاما وجدية. هل ستخبرنا لماذا طلبت أن تقابلنا هنا؟ طبعا، في واقع الأمر أبدى الفاتيكان اهتماما كبيرا بما قدمه الدير من أعمال خيرية في هذا البلد لعدة سنوات، لهذا جئت إلى هنا للتأكد بنفسي. وقد أمرت، وهذا هو ما يهمكن، بتحويل هذا المكان إلى دير رسمي، ولهذا قمت بجمعكن لأطلب منكن التعاون التام معي. ثق بأننا سنفعل ذلك. حسنا، كلكن هنا ستخضعن لعملية تقييم شامل سأقوم بها بنفسي لكي يتأكد من أنكن صالحات بالفعل ليتم ترسيمكن كراهبات. وعلى هذا الأساس سنبدأ اليوم بمراسم تقديم الاعتراف المقدس. بالطبع ليس علي إخباركن بأن عليكن أن تفتحن قلوبكن. أريدكن أن تحدثنني بصراحة عن كل ما مررتن به في حياتكن من أمور طيبة كانت أم سيئة خلال وجودكن هنا. مفهوم؟ أجلني يا فتاك. ممتاز، والآن دعونا نبدأ المراسم. سأحدث ماريا بي. آسف، لا يمكنك أن تفعل. أرجوك يا سيد فرناندو، اهدأ. أنا أعرف كم كنتما متحابين وكنت سأزوجكما، ولكن ماريا بي اختارت طريقا مختلفا، فقد وهبت نفسها وحياتها بالكامل لخدمة الرب. لما تذكرني بكل هذا؟ ماريا بي أخذت قرارا ستندم عليه بقية عمرها إن لم تتراجع عنه. هذا رأيك أنت، ربما لأنك ما زلت تحبها، ولكن هل تعتقد أنها تحبك؟ لا أظن، تلك المرأة ليست لك. كيف تجرؤ وتقول هذا؟ هل تعتقد أنك تعرف ما يخبئه قلب ماريا بيا؟ أم أنها أخبرتك بذلك؟ لست بحاجة لأن تخبرني بأي شيء، لأنني أعرف قوة الوازع الديني الذي يحرك ماريا بيا. من فضلك يا أبتي، صدقني أنت لا تعرف شيئا. ماريا بيا تريد الهرب من ماضيها، من الرجل الوحيد الذي تعلم أن سعادتها تكمن معه، ولا يمكنها أن تفعل ذلك. اسمعني يا سيد فرناندو وأنصت جيدا، أنتما شخصيتان مختلفتان تماما، فأنت النار والرغبة والجموح، وهي عكسك تماما، فهي رقيقة وأيضا مباركة من الرب. إنها ليست المرأة التي تناسبك، ولم تكن كذلك منذ البداية. صدقني يا أبتي، أنا لا أهتم بكلامك هذا، فأنا الوحيد الذي يملك هذا القرار. هل تفهم أو تستوعب؟ أنا فقط صاحب القرار. تماسك يا حبيبي، أرجوك أن تقع. أحتاج المساعدة، فعلي أن أطهر الجرح لأنه ملوث جدا. سيد أليخاندرو، فلتتحمل هذا. أليخاندرو، أليخاندرو ما زال يتنفس، ولكني لست مطمئنا لحالته بالمرة. لحظة، انتظري.